حقك ما توثقي بجلال القديم، بس جلال الجديد لازم توثقي فيه. وليش بده يصير في جلال جديد؟ ما عم بفهم. لأني اكتشفت إني لو برمت الدنيا كلها ما رح لاقي مرة مثلك. بين ليلى وضحاها اكتشفت هالشي؟ لا، الغيرة. بس شفتك عم تحكي مع أديب، هيدي أول مرة بشوفك عم تحكي مع رجال تاني من لما تركنا أنا وياك. مش عم صدقك جلال، مش عم صدقك. لازم تصدقيني، جربيني، أعطيني فرصة وشوفي. ما بعرف، ما بعرف. هشام عم دق لك ما عم ترد علي. بدي اياك بكره الصبح تبيع لي كل الاسهم. خساره صغيره صار مقدور عليها هلا. تالا حبيبة قلبي يا روحي، انت وقع تليفوني بالمي ولهلا لمشي، وبعدني مش حافظ رقمك حدا دق لك. أستاذ آدم بدك شي؟ اعطيني مي. جاهدة، نسيت تليفوني بالأوضة، فيك تجيبي لي إياه؟ أكيد جيب. اليوم تركي لي الباب مفتوح حتى أرجع وأقدر فوت. أستاذ آدم أنا ما فيني كل يوم غطي عليك. إيه لكن لأقول لطنط ربا إنه في شي بينك وبين زياد. لا، دخيلك ما تقلق لست ربا. أيوه لكن ترك الباب مفتوح وإلا حيصير شي ما بيعجبك. حلو كيف نايا بتغني جزاف بتتعامل معه، حبيت اسلوبها. مو كل وحدة عندها اسلوبها. بس انه هي اسلوبها حلو. كثير زايدة سألتك اليوم ها؟ وانت كثير زايدة لأمانتك، ايه؟ شو صاير لك؟ تقلي على البيت؟ تخليك مش اليوم الأحد؟ نحن اتفقنا إنه الويكند لإلي. والله غيرتي رأيك. فيك تجي معي إذا بدك، بركي بتحب أسلوبي. نحن يا جماعة بدنا نستأذن فلين. والله مش معنا منكم. بعرف معلي، خليكم لوحدكم شوي. يلا باي باي.
شكلهم زهقوا منا اصحابك. او راحوا يستفيدوا ببعض. استفدونا شو بدنا فيهم. المهم امتى بدك تعرفيني على ماما؟ بما انه هي ببيروت هلا. مو بس انت بدك؟ لا زاد اللي هي بدها. انت ايمتى بدك تعرفنا على امك؟ ماما؟ امي اخر شخص بتفكري انك تتعرف عليه. عم تستعجل ليه؟ ايف عم تخوفنا منها. لا ما تخوف امي. يعني شوفي انت بدك تعتبري مختصر مفيد بحياتك كلها هيدي. ما تعرفتي ولا رح تتعرفي على حدا مثل امي. واو عن جد عم تخوفنا منها. تعال عم تعال. ها؟ طول ما انا حدك ممنوع تخافي فهمي؟ ايه وجي ما رح نحكي؟ شوف يا اديب، انا من يوم توفى فواز وما ضربت ولا ضربي وبضاعتي عم تتكدس، صارت 750 كيلو ولازم صرفها وهلأ. بس يا وجيه انت بتعرف الظروف و... بعرفها وقدرتها، وبصراحة ما بقدر أقدر أكتر. شوف يا أديب، أنا هاي الشغلة كلها بدي بطلها، بدي أعمل مثل سيف، وخصوصي أنه حيصير في حفيد بيناتنا ولازم نحط ايدينا بايدين بعض. بس للصراحه لازم تصرف لي هاي البضاعه الموجوده هلا، وبعدين بنوقف هالشغله وبنشتغل بالسليم. فوت معكم شريك بالمصنع. انا من جهتي كنت بصرف لك اياها، بس ما في اعمل شيء بدون علم سيف، وسيف ما راح يقبل. صرفهم بدون ما يعرف سيف. مركب كاميرات بكل المستودعات. ما في اديب بدك تصرفها، وخصوصي انه رقبتك بتدق. اذا البضاعه ما بتتصرف وبسرعه، انا بصراحه رح اخبر سيف انه انت اللي سحبت الورقه من ملف القرض لحتى ينرفض. هيك لك شو قلنا؟ احكي لك كلمة اختي، صار لي من وقت اللي ما خبرتك وانت ساكتة.
عم فكر أديب، عم فكر. بس الله يخليك، فكر بسرعة، لأنه إذا سيف عرف إني سحبت الورقة من الملف بجن جنونه. أنا كنت متأكدة إنه رح يجي يوم وعارف يفتح القصة، مشان هيك هديك المرة قلت لك فسود علي لسيف وخبره بحبل فلك. ما فهمت. كان بدي سيف يوثق فيك ويعتبرك من صفه مش من صفي، حتى بس تنفضح القصة تقله إني أنا اللي جبرتك وتحطها فيه. بالنهاية أنا أمه وما في يعمل معي شيء. طيب يعني شو هلأ؟ يعني الموضوع اللي موترك ما في داعي إنه يوترك، بس أنا مش هاي القصة اللي عم فكر فيها. بأي قصة عم تفكر؟ بقصة وجيه وإنه عم بيهددنا لنشحن له 750 كيلو. اللي عم فكر فيه شو القصة اللي بدي استعملها لأضغط على سيف لحتى ينجبر يشحن ال 750 كيلو، وساعتها نهائياً نخلص من قصة وجيه وتهديده لإلنا. فهمت؟ مش موافقة، لا بدي اتعرف عليه ولا بدي اياه يتعرف علي. ايه منيح هيك؟ لا مش منيح هيك، ما بحق لك تعملي هيك. انا اللي بحق لي اعمل هيك، انا امه خايفة على بنتها. انا عم اقول لك من سيف ما تخاف علي. منه هو بالذات بدي خايف عليكي. انت مغرومة ما عم تشوفيه مزبوط. جربي نايا شوفيه بعيوني. وليه ما انت بتشوفيه بعيوني مثلا؟ مام سيف انسان بعقد، بعقد. صح نحن كنا متخانقين لانه كان في سوء تفاهم وفكرته منه جدي، بس رجع فسر لي وضعه. نايا كيف فيك تتفهمي وضعه؟ هيدي العيله ما بتشبهنا بشيء، لا نحن فينا نكون مثلهم ولا هن فين يكونوا مثلنا. افهم علي بقى. ماما برجع بقول لك للمره المليون انه سيف شيء وعيلته شيء تاني. ماما يا ماما يا حبيبتي، الإنسان ابن بيئته، ابن عيلته، وسيف ما رح يتغير، سيف مثلهم، حكي شوي بيرجع مثلهم. بكرة بس تعرف عليه رح تعرف إنه معي حق. قلت لك ما بدي اتعرف عليه. يه يه شت. Bonjour. Bonjour. هوتك وترويقتك صاروا جاهزين يا سنو وايت. سنو وايت. شو نايا أحلى منك؟ عندها لقب وأنت لا؟ تفضلي. قدي أنا محظوظة أني لقيت حدا يهتم فيه وغنشني هالقد.
اوعى تفكري انه انت اللي بتنقي الاشخاص او ان اللي بنقوكي. الله هو اللي ببعت لك اياهم. بس ليش؟ بعدين بتعرفي. انا بعرف من هلا اللي الله بعت لي اياك. اه والله؟ ايه ليش؟ تتهتم فيه وتغنجني. طيب بما انه انت هالقد بتعرف القصص قبل ما تصير، خبريني لكان ليش الله بعت لي اياكي؟ مش ضروري تعرف هلا، تعرف بعدين. بعدين؟ ما في بعدين. هلا بدي اعرف، هلا بدي. لا 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 خبريني يلا. شو؟ ما في بعدين عندي انا. طيب بس انتبه على القهوة. تاني يلا. يلا تفضلي. عم بسمع. لا مش ضروري. رد عليها سيف. رد عليها. مين؟ البنت اللي بتحبها. كيف عرفتي انه بحب حدا؟ انت قلت لي. انا؟ ايه انت. عيونك اللي قالوا لي. شفتك كيف كنت عم تطلع فيها بالحفلة. أبداً ما كان في لزوم تكذب علي. نحنا مش مجوزين عن جد ولا لا؟ مزبوط. بس احتراماً لإلي مش أكتر. تحترمني أكتر إذا بتكون صريح معي.
حق علي. أنا اللي عمل بحالي هيك، ما كان لازم خبرها عن مشاكله وقصص أهله. هلأ حقدت عليها. أنت عن شو عم تحكي نايا؟ كيف عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن أمي، منا طيقته لسيف وما بدها تتعرف عليها. هلأ هيدي مصيبة؟ خليني خبرك عن مصيبتي أنا. شو بكي؟ مبارح قضيت كل النهار مع جلال ببيته. ما بعرف شو صار لي، ما بعرف ليش عملت هيك. لما قال لي إنه أنا أهم مرة بحياته صدقت كل كلمة قال لي إياها. ضعفت ورحت معه على البيت. قولي يا نايا، قولي. شو هي؟ قولي إني بلا كرامة وبلا شرف وبلا أخلاق كمان. كل هول فاتن؟ إيه وأكتر. حدا بيغلط مع نفس الشخص ذات الغلطة مرتين؟ سبا بتصير. لا ما بتصير. خدعني مرة، عيب عليه. خدعني مرتين، عيب علي أنا. أنا هلا كيف يعني افلست الشركة؟ فهمني يا هشام كيف؟ ما انا قلت لك قبل، بيع ورضا بخسارة صغيرة، انت ما قبلت. انا قلت اليوم بينزلوا بكرة بيرجعوا بيطلعوا، هيك دايما بيصير، هيك دايما بيصير. بس هالمرة هيك صار والشركة افلست. واخترب بيتي. بتعرف شو يعني اخترب بيتي؟ كل مصريات ومصريات شركتي، مصريات الاعلانات اللي بعد ما عملتها. يعني لحظة، طاروا المليونين دولار؟ طار كل شيء بلحظة. شو انت تقضيها درس؟ حتى بين الساعة والساعة بدك تدرسي؟ أنا جاي على الجامعة تأدرس. بس هالشي ما بيمنع إنه بين الساعة والساعة ترتاحي شوي. ما في غير الدرس بخليني ارتاح. ليه بحسك بتدرسي هالقد لتهربي من شي تفكير أو شي؟ يمكن. خبريني شو قصتك طيب؟ لازم أمشي. فلك؟ معقول بعد لهلا متسق فيني تخبريني شو قصتك؟ بالوقت اللي انا بعتبرك اعز رفيقه بخبرك كل شيء، ما بتخبريني شو قصتك انت؟ قصتي اكبر من انه حدا يستوعبها. طيب جربيني على القليله، لا اعرف شو اللي بضايقك هالقد. لانه ما في شيء بيريحني الا الدرس وصاحب الخاتم.
الو شو عاملة عشية؟ شو عم بالك نعمل؟ ما بعرف عم بالي اطلع اتعشى انا وياكي وحماتي. حماتك؟ ايه حماتي شو مش عاجبي؟ بلا بس خليني نشوف اذا مرتاحة لانه الصبح كنت شوي معدتة عم توجعها. سلامة قلبها. مرسي حياتي. حياتي فاتوا ناس لعندي هلا برجع بحكيك اوكي؟ اوكي اوكي ما في مشكلة. يلا باي باي. مرحبا. اهلا. يعني اعلان واحد بالجريده وصار عنا كل هالسيفيات عم بيقدموا لوظيفه عارف. كثير منيح. بعد ما خلص النهار شباب كلها قاعده بالبيت بلا شغل. الله يسعد العالم. تفضل. لا 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 مش شغلتي. شوفي انت ونقي اللي على ذوقك. طيب حشيك عليهم وبنقي اللي بيعجبني. بخبرك جنى؟ ايه بدي اخذ رايك بالموضوع. اللي عم فكر ليش مطلق انا فلك بس ما بنقول لاهلها. هي بتقبل بهيدا الشيء؟ هي ليه ما بتقبل؟ مشان هيك متفقين نتجوز على الورق وبس. وهي كل هدفها تخلص جامعتها وانا كل هدفي اني ساعدها واوقف حدها. فمنطلق وما بنقول لاهلها قبل ما تخلص علمها وترتاح تتكل على حالها. ايه منيح. هيك ما بتتخلى عن فلك ولا عن نايا. وضميري وقلبي مرتاحين. صراحة هيدا الحل الوحيد اللي رح يرضي الكل بالوقت الحاضر. لكن يلا تركي لي الشغل عايزك بموضوع أهم كثير. تفضل.
هاي اهلا. مام ما فيك تعملي هيك، ما فيك تخيرينا بينك وبينه. مايا اصلا انت ما لازم تترددي، سيف بيجي غيره بس امك لا. ماما انا بعت وراكي لتوقفي حدي مش ضدي. اللي عم بعمله هو انه عم بوقف حدك نايا. لا لا، لما بتبعدين عن الشخص اللي بحبه بتكوني عم توقفي ضدي مش حدي. انا عم بعدك عنه لمصلحتك نايا. انا بعرف كثير منيح شو مصلحتي ماما. لا نايا انت ما بتعرفي شو مصلحتك. نسيتي وقت فادي قديت رجيتك وجربت فهمك انه هيدا الانسان مش لإلك، عنتي وكنت حتى بدك تتجوزي غصبا عن ارادتي، وانا سكتت احترمت حريتك وقلت هيدي حياتها وهي حره فيها. شو صار بعدين؟ مين طلع معه حق؟ مش انا؟ فادي شي وسيف شي تاني. نايا حبيبتي سيف وفادي نفس الشيء، ليه ما بدك تفهم علي؟ أنا وقت فادي رضخت للأمر الواقع وقلت هيدي حياتك وهيدي حريتك وأنت بتصطفلي، بس هالمرة ما رح أقبل أبداً أرضخ. هالمرة أنا مصرة إني مارس حقي كأم عم تحمي بنتها وأول شيء من حقها. شو رأيك بهيدا؟ مش مهم أنا شو رأيي، مهم أنت شو رأيك. أنا ما بعرف فيهم، أنا مش هيك جايبك. ما بفهم أنتو البنات بتعرفوا ذوق بعض، بيعجبها هيدا؟ بتشوف بعض غير أساس؟ إذا بتريد بعتقد هيدي أحلى واحدة. هيدا؟ انت شو بتقولي؟ صراحة خطيبتك نقيت أحلى خاتم. لا جنى مش خطيبتي، جنى صديقتي جاي تساعدني لنقي خاتم ليلي رح تكون خطيبتي. سوري ما كنت عارفة، بعتذر. جنى خليني جربه عيدك بليز، بتشوف كيف بيطلع. خير كيف حيطلع عقيده؟ دين مبروك.